السلام عليكم. النهاردة حبايبي حبيت اعمل لكم حاجة هتحبوها قوي، حرف الايه المجسم. ان شاء الله هيعجبكم، ولو عجبكم بإذن الله هنعمل اي حرف بعد كده مع بعض. هنجيب اي قطعة قماشة، يعني اي حاجة مش عايزينها. هنجيب المسطرة وقلم ومقص وهنشوف هنعمل ايه. حرف الايه المجسم ده هيبقى حوالي 150، هيبقى حوالي 50 سنتي طول و40 سنتي عرض. هنبتدي نعمل نقط وبعد كده نوصلها بأي مسطرة طويلة. هنا أول حاجة احنا تنينا طبعا القماشة مرتين، يعني تنيناها بالنص وظبطناها. هنيجي بعد ما نقيس 50 سنتي هنعمل 6 سنتي من فوق، 6 و6 يعني 12، 6 من الناحية دي و6 من الناحية التانية. عملنا العلامة، وهنا هنعمل 40 ونعمل العلامة اهو، ونجر خط من عند ال12 لغاية ال40. بعد ما قسنا ان اساس القماشة 50 سنتي من الوسط، نقيس من الوسط. هنعمل ايه؟ هنقيس الجزء اللي فوق بعد ال12 14 سنتي، ومن تحت هنقيس 10 سنتي، 10 سنتي. والجزء كمان التاني 10 سنتي. يبقى احنا قسنا 10 وحطينا النقطة، وقسنا 10 تانية وحطينا النقطة. يعني من تحت 10 وبعدهم 10، والباقي اللي هو اللي عند المثلث ده 16، وعملناهم نفس الخط. يبقى احنا اتفقنا 14 16 10 10، 14 16 10 10، 10 من تحت. هنيجي بقى نقص النقط اللي احنا عملناها. اهو اهم حاجة بدقة بالملي. هنقص الستة، والستة طبعا زيها 6 من الناحية التانية، فهيبقى 12 عند الخط اللي احنا عملناه. احنا سطرناه هنمشي عليه بالظبط. بالراحة حطوا دبابيس، طبعا نسيت اقول لكم اهم حاجة الدبابيس عشان تبقى الخط مستقيم. ابتدينا نقص على الخط بالظبط، واي دبابيس نشيلها. كده خلاص خلصنا القطعة دي، احنا براحتنا عايزين نعملها جزئين، نعملها لونين، نعملها لون واحد براحتنا. هنقص القطعة اللي هي 10 سنتي، ومن تحت برضو هنقسم القاعدة اللي هي 40 10 و10، يعني على الحروف هيبقى 10 وفي النص هيبقى 20. ودي برضو نفس الحكاية 10، بس مش هنقصها، هنقص المثلث الشكل الهرمي ده.
الراحة وبدقة جدا، عملته بدقة يبقى في منتهى الجمال. خلاص كده هنعمل زيه بالظبط لون تاني اهو، جبنا قماش تاني برضو نثبته بالمسامير بالدبابيس اهو، لازم نظبط قوي قوي عشان يبقى الاتنين نسخة طبق الاصل. ايوه بالمسامير بقى ثبت الدبابيس، معلش لبسناهم نقص براحتنا بقى من غير حتى ما نقيس بالمسطرة. خلاص احنا كده اصبح عندنا المقاس الاولاني مظبوط نمشي عليه. خلي بالنا احنا بنقص عشان يبقى زيه بالظبط. لازم يكون مقص حلو برضو عشان يساعد في القص يبقى مظبوط. هنقص بقى اي حتة كده زيادة نظبطها. هنقص بقى الجزء ده كأننا بنعمل واحد تاني من اول وجديد. اي قماش فايض مش مهم اي نوع واي شكل، بس المهم يكون الاتنين الامام والخلف نفس الخامة. ممكن تعملوها مشجر، ممكن تعملوها كارو، ممكن تعملوها سادة، ممكن تعملوا قماش حرير، أقطان، اللي يعجبكم. هنقص بقى باقي الحرف بالراحة على أقل من هنا. كده خلاص خلصناه، هنشيل الدبابيس القطعة دي هتبقى حوالي 8 سنتي من العرض عشان هتشبك الناحيتين مع بعض. كل النواحي هنعملها بالشكل ده، لازم طبعا تكون كبيرة قوي طويلة واحنا نتحكم فيها نقصها بعد كده. نسخة بالظبط زي بعض. هنوصل بقى لو القطعة اللي هي هتبقى في الجوانب دي نوصلها، لو حتة واحدة يبقى أفضل طبعا، بس أنا دي قصايص أصلا مرمية. خلاص كده خلصناها، هنحاول كل جزء نسرجه عشان لو مش مظبوطة السراجة سهلة ان هي تتفك، لكن المكنة بتبقى صعبة عشان ما يتقطعش القماش او يبوظ. كل الحروف هنعملها ما عدا المثلث اللي في الوسط، هوريكو عشان لما نيجي نقلبها
ما يبقاش عائق، لان احنا لو عملنا الجزء اللي في المثلث مش هينفع خالص نقلبها ونحشي الفايبر. اهم حاجة نسيت اقول لكم برضو، تحضروا الفايبر ده اساسي. بالطريقة دي ممكن اي حرف، اي حرف يكون فيه الباترون بتاعه، هبقى اقول لكم انا على اي حرف نعمل الباترون مع بعضينا باذن الله. اهي بص الحروف كلها، كل الحروف، الخلف من الامام، من فوق ومن تحت، من كله كله هيتعمل. اتفرج وبعد كده يتمكن، وبعد ما يتمكن خالص برضو هنعمل برضو حوالي ملي عشان نثبته ويدي شكل احلى. عايزة بس ايه اطول معاكم معلش عشان اعرفكم ان كل الجهات هنسجلها. اهي اصبحت كده بالظبط كده، انا عايزاه بالظبط ده، دي كده ناحية واحدة، الناحية التانية هنشبكها من غير المثلث، يعني المثلث هنعملها جهة واحدة بس، الناحية التانية مش هينفع نعملها غير لما نخلص الجنبين ونشبكهم، ودي اخر حاجة هنشبكها. اهي بالشكل ده نسيب حتة بقى ورق عشان ندخل فيه الفايبر براحتنا. يعني الحتة دي كنا سايبينها، عملناها بقى ايه بغرزة كده خارجية، تنيناها ايه سراجة اهي عشان ينفع نحط فيها الفايبر. كده يا حبايبي خلصنا الشغل وقلبناه وسرجنا كل الحروف من تاني غرزة بارزة ومكناه تاني، يعني مكناه من جوه وبعدين مكناه تاني من بره، بيدي ايه شكل احلى للشغل. هنخلصه من كل الاتجاهات، عشان زي ما انتوا عارفين كنا عاملين اللي هو المثلث الهرمي ده عشان نعرف نقلب، كنا برضو عاملين الغرزة البارزة دي عشان مش هنعرف نقلبه، فيبقى الشكل كله العام يبقى ايه الغرزة البارزة دي، عشان كمان المكان اللي هنحشي منه كان هيبقى فيه فتحة برضو هنسربها، يبقى كل المنظر هيبقى بالشكل ده. هنخلص كله، نبتدي بقى نحشي الحرف من الفتحة اللي احنا سايبينها حوالي 10 سنتي كده، ونبتدي بقى نحشي على قد ما نقدر، كل ما نحشي اكتر كل ما الشغل يبقى حلو اكتر. لو عندكم اي قماش سواء ملون من ورا من قدام مش كارو، سواء منقط سواء كذا لون، كل اي حاجة تعملوها هيبقى حلو. يعني مش هتكلفوا نفسكم باي قماش. ابتدينا بقى نسرج الفتحة اللي احنا كنا فاتحينها، وبعد كده عشان نتحكم في المكنة بعد كده تبقى متظبطة معانا. طبعا السراج احسن عشان لو مكننا على طول ممكن لو مش حاجة مظبوطة الغرزة بتبقى جامدة بتبقى متقطع القماش، لكن كده اسهل طبعا. كده خلاص، كده احنا اللون احنا كنا عاملين البامبي والنبيجي، كده البامبي اهو
هتعلقوهم من الحته اللي هتبقوا كده النبيش. ممكن تهدوا بيه اي حد من حبايبكم، ممكن تعملوا كل انواع الحروف منتهى الجمال. انا عن نفسي هعلقه في الحيطه. ممكن تعملوا كام خده، منتهى الروعه. ان شاء الله هنعمل كل الحروف مع بعضينا باذن الله.